والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الميثود اللي راح نحكي فيها يا جماعة اسمها سابستر. طيب في الغالب دي بتكون بتختلف عن علشان ما تقوليش ان احنا تقريبا اتكلمنا عن الميثود دي قبل كده. لا احنا اتكلمنا عن ميثود كان اسمها سابسترينج. الميثود اللي راح نحكي فيها يا جماعه اسمها سابستر. كنت كده مع الكلام في سابستر هتحاول تدرج او هتحاول تحس بالفرق ما بين الاثنين. الطريقه دي بترجع جزء من النص بدءا من مكان معين، يعني اقصد بوزيشن محدد، وليها اتنين برامتر. حلو كده جميل. البرامتر الاولاني ده ريكوايرد، مطلوب، اسمه الستارت. بيقولوا هم عندهم اسمه الستارت. الستارت ده يا جماعه ده خاص بالمكان اللي راح ابدا منه مساله الاكستراكشن. البدايه الافتراضيه بتكون صفر، اللي هو الاندكس صفر اول حاجه. يعني مثلا انا لو قلت له اندكس 0 ده بيكون القيمه الافتراضيه بتاعك. لو عملت سيف فايه مش راح تلاقي فيه فرق، ما في فرق. طيب تبان اكتر لو انا قلت له ابدا من اندكس 1 وعملت سيف، هيروح يعمل لي اكستراكشن ل او يعني ايه، هيقول لي بص حاضر انت عايزني من فين، انت عايزني ابدا من فين، ابدا من 1. ده في حاله وجود بارامتر واحد بس، ابدا من اندكس رقم 1. خلاص كده اوكي، يعني انت مش عايز 0، خلاص ماشي، ابدا من اندكس رقم 1 والكلام ده كله هيبتدي يتعمل له اكستراكشن. يعني انا اخدته ورحت حطيته تحت، فهمتني كده اقصد بكلمه اكستراكشن؟ يعني خده، ها خده من الاصل. طيب ماشي، انا لو قلت له 2، السؤال اللي انت تساله نفسك اول ما تشوف بارامتر، اول بارامتر ابدا من فين، ها ابدا من الاندكس رقم 2، ده 0 ده 1، خلاص ابدا من رقم 2 اللي هو ايه حرف الاي. لغايه فين؟ لغايه اخر النص. ليه؟ لان انا مش محدد البارامتر الثاني. حلو كده، يبقى السؤال الاولاني تساله نفسك ابدا من فين. حلو، لما احط الكوما بقى والبارامتر الثاني، البارامتر الثاني السؤال اللي هتساله لنفسك بقى تكون لغايه كام، ها يبقى ده خاص بايه، عدد الكاركترز اللي راح تظهر، يعني ايه لغايه كام. طيب لو انت سبتها فاضيه، ها يبقى انت بتتكلم لغايه الاخر اللي هم لغايه 16، فانت مش هتلاقي طبعا في فرق ما بين القصه دي لان ده الديفولت، لان هم اساسا عباره عن 17 كاركتر من 0 ل 16. يعني ايه الرقم الاخير فيك بيكون عباره عن 16، فده الديفولت. حلو كده جميل. إيه طب لو قلت له لغايه 15 كاركتر، انت هتفهمني بقى لما تلاقي ان ايه اللي هيغيب يا جماعه لو عملت سيف. 15 ما في حاجه غابت. طيب لو انا قلت له 14 عملت سيف، حرف الار هو اللي غاب. طيب جاب من فين؟ يعني خلاص اوكي، إيه انت اسالني، يبقى 15 و16 ما فيهمش مشكله. طب معلش اول ما تشوف الاثنين، يعني ابدا من فين؟ اسيب اول اثنين وابدا اكستراكشن من فين؟ من اول اثنين. خلاص اوكي، لغايه كام؟ لغايه 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى ايه؟ انا اخر لغايه حرف ايه؟ انا اخر لغايه حرف الاي. انت فهمت بقى ال 15 وال 16 ما اشتغلوش معاك ليه؟ لاني في ال 15 ما في مشكله عندي يعني ما. طيب انا لو قلت له يا جماعه مثلا 10 وعملت سيف، اكيد هيعمل كده. انت يعني اشتغل على نفس السيناريو، ابدا من فين؟ من اندكس رقم 2 0 1، ابدا من رقم 2 يبدا من الاي، لغايه كام؟ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هيكون اخر كلمه فاروق وفي كمان مساحه. حلو كده، واول مساحه ديت موجوده معانا. ده يا جماعه الطريقه بتاعت السبستر هي ايه؟ ليها شغل ثاني بالنيجاتيف فاليو بس احنا مش راح نحكي فيها علشان ما نلخبط الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.